وصفة جديدة النهاردة. معانا وصفة لذيذة جدا وسهلة، هي رولات المسخن الفلسطيني. الوصفة ديت لذيذة جدا وجميلة وسهلة، مش هتاخد منكم دقايق. الرولات دي محتاجين فيها فرخة مسلوقة، وممكن تستبدلوا الفرخة المسلوقة ديت بصدور فراخ مسلوقة. انا الفرخة بتاعتي انا جبتها، انا طبعا بفضل الفراخ، جبتها وسلقتها في مية سخنة وحطيت ورق لوري وحطيت ملح وفلفل مكعب مرقة وبهارات سبعة وجوز الطيب وحبة هان، وبعد ما سلقتها نسلتها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. ومحتاجين حوالي 10 بصلات مفروض تتقطع شرايح او مفرومة، انا قطعتها مفرومة بشكل خشن. محتاجين معلقة كبيرة من الليمون، تلت كوباية زيت زيتون، وتلت كوباية من السماء، ومحتاجين ملح وفلفل اسود ورشة خفيفة من الكمون، ومحتاجين عيش الصاج اللي هو او خبز المرقوق اللي هو دوت. انا جبت كيس كامل هو دوت اللي احنا هنحتاجه، وبعد ما بجيبه بقطعه 4/4 بالشكل ده. هو دوت الشكل اللي انا محتاجاه للعيش الصاج. تعالوا نشوف بس ازاي هنعمل رولات المسخن. ودلوقتي هنبدا نعمل الرولات. اول حاجه انا هحط زيت الزيتون بتاعي، وبعد كده هحط عليه البصل، وهفضل اقلب في البصل دوت لغايه لما يدبل. ولو احتاج مني زيت زيتون تاني انا ممكن ازود تاني، يعني انا هقلبه دلوقتي وحسب احتياج البصل بتاعي. ودلوقتي بعد ما البصل بتاعي دبل وبقى بالشكل دوت، هبدا اضيف باقي المكونات. هضيف السماق بتاعي، وهضيف الملح والفلفل ورشه الكمون ومعلقه الليمون الكبيره، وهقلبهم مع بعض. شفت ان الخليط محتاج كمان سماق، فهضيف معلقه كبيره كمان عشان لازم السماق بتاعنا يكون لونه زاهر، وبرده هقلبه تاني لونه كده ممتاز. هو دي اللون، هو ده اللون اللي انا عايزاه. بعد ما وصل البصل للدرجه ديت انا هبدا اضيف الفراخ بتاعتي. دلوقتي هقلب الفراخ. انا لما ضفت الفراخ حسيت ان هو عايز زيت زيتون، فهديله كمان رشه خفيفه، معلقه كبيره تقريبا من زيت الزيتون، وهفضل اقلبه. وبكده المسخن بتاعي بقى جاهز. انا مجرد ضفت الفراخ وقلبتهم مع بعض. انتوا ممكن تدوقوا الملح لو انتوا محتاجين ملح زياده، دوت بتزودوه حسب الرغبه. بس كده تعالوا بقى نشوف دلوقتي بعد ما الخلطه بتاعتي خلاص جهزت، انا هجيب جزء من الخلطه احشيه في العيش الصاج بتاعي. هحط شويه كده، وبعدين هبدا ان انا الفها ابرمها زي السندوتش. هو العيش دوت بينشف بسرعه جدا، واعملها زي السندوتش بالظبط كده، واحطها في التوستر وهدهنها زيت زيتون، وبعد كده خلاص تتقدم. بصوا شكل الرولات بعد ما حطيتها في التوستر، اخدت اللون الذهبي، شكلها بقى جميل جدا. دلوقتي انا هشيل الرولات ديت واحطها في طبق التقديم بس كده. وممكن برضو ان انتوا لو مش عندكم التوستر ممكن تحطوها في الفرن، تدهنوها بزيت زيتون وتحطوها في الفرن، بس تاخد كده لون ذهبي وكده بخلاص وبالهنا والشفا عليكم. وبكده وصفتنا تكون للنهارده خلصت. اتمنى ان الوصفه تكون عجبتكم. يا ريت ما تنسوناش بلايك وشير وسبسكرايب. شكرا لمتابعتكم لينا، واشوفكم في وصفه جديده. باي باي.